ومعنا هاتفيا من الرياض نائب رئيس وكالة أنباء أراكان سيد عبد الله عبد القادر، مرحبا بك. إذا وكالة رويترز كشفت عن اتفاق سري بين الأمم المتحدة وميانمار بشأن اللاجئين والروهينجيا لا يتضمن الجنسية وحرية الحركة، كيف ترى هذا الاتفاق؟ نعم سيد الكريم، يعني هذا الاتفاق يعني لما أعلن عنه وكشفت عنه وكالة رويترز الحقيقة هذا الاتفاق يعني أقلق الكثير من المنظمات الروهنجية والناشطين الروهنجيين والحقوقيين الذين كانوا يترقبون في هذه المنظمات الحقوقية والمنظمات الأممية أن تقوم بإرجاع الحقوق للمسلمين الروهنجيا، لكنها اكتشفت أن هذه المنظمات دخلت أيضا في هذه المؤامرة الدولية أو هذا التخاذل الدولي الذي يقوم به المجتمع الدولي نحو قضية الروهنجيا. الحقيقة المسلمون الروهنجيا واللاجئون منهم في دول الجوار وفي دول كثيرة جدا منهم في أوروبا وغيرهم في آسيا وغيرها من القارات يشعرون بالأسف من هذه الاتفاقية التي تنص على أن هذه العودة لن تتيح لهم الجنسية ولن تتيح لهم العودة إلى ديارهم ولن تتيح لهم محاكمة المجرمين والجناه من العسكريين والمتطرفين البوذيين في ميانمار. يعني بعض المنظمات الحقوقية الروهنجية بدأت في إصدار بيانات واستنكارات وإبداء القلق من هذه الاتفاقية ويأملون أن تقوم الأمم المتحدة وغيرها من هذه المنظمات أن تقوم بإعادة النظر في هذه الاتفاقية وأن تقوم بالضغط على حكومة ميانمار لإعادة الحقوق للمسلمين الروهنجية والكف عن المجاملات والكف أيضا عن المعاملات الدبلوماسية والخطابات الرمانة التي لا تأتي من ورائها غير يعني بعض ردود الأفعال البسيطة جدا والتي لا يضمن للمسلمين الروهينجا حقوقهم. إذا ليست هناك أي مكاسب ستعود على لاجئي روهينجا من هذا الاتفاق، لماذا لا يحضر ممثلون عن روهينجا في هذه الاتفاقيات؟ وهل تعتقد أن الأمم المتحدة تعمل عكس مصالح الروهينجا؟ نعم سيد الكريم، يعني قبل عدة أشهر اكتشفنا أن الأمم المتحدة هي من ضمن الجهات التي كانت تعرقل الجهود وكانت تعرقل مساعي الإصلاح في هذه القضية. اكتشفنا أن مسؤولة الأمم المتحدة في الحكومة في ميانمار كانت تعرقل أيضا الجهود وكانت تعرقل جهود مبعوثة الأمم المتحدة التي كانت تأتي للبحث عن الجرائم والذهاب إلى أماكن الصراعات وأماكن الانتهاكات التي حصلت ضد المسلمين الروهينجيا. بعد فترة أقالوا هذه المسؤولة وذهبوا بها إلى مكان آخر. أيضا كانت هناك كثير من المحاولات من قبل الأمم المتحدة، رأينا فيها تخاذل من قبل المسؤولين، رأينا فيها تغاضي عن كثير من الأشياء بسبب الحفاظ على يعني كانوا يريدون الحفاظ على علاقاتهم مع حكومة ميانمار أو كانت هناك ضغوط من الدول العظمى لعدم وضع بعض المسؤولين في حكومة ميانمار في القائمة السوداء أو منعهم من السفر أو يعني الذهاب بهم إلى المحاكم الدولية والجنائية لمحاكمتهم. عندما تصرح منظمة العفو الدولية بأن عودة اللاجئين إلى أراكان تعني عودتهم لدولة فصل عنصري، لماذا إذا لا يعني تصر الأمم المتحدة، لماذا تصر على عودتهم إلى هذه الأجواء؟ أعتقد أن للأمم المتحدة مصالح كثيرة في أن تستمر هذه الأزمة، وهي تحاول بشكل أو بآخر بأن تنهيها حتى ولو بشكل غير جيد، ويعني بقاء هذه الأقلية في هذه الأوضاع يتيح للأمم المتحدة الكثير من الأعمال وبقاء منظماتها ومسؤوليها وبقاء المكاتب الفرعية للأمم المتحدة في هذه الدول. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة لو حاولت جديا في أن تعيد هذه الأقلية حقوقها باستطاعتها فعل ذلك، بإمكانها أن تستغل العلاقات الموجودة لديها، بإمكانها أن تضغط عبر الدول الموجودة في الأمم المتحدة للضغط على حكومة ميانمار. لا يعني لا يمكن أن يعني نعرف جيدا ما الذي يجعل الأمم المتحدة أن تتفق بهذه الاتفاقية مع حكومة ميانمار وبنغلاديش، وايضا لا يمكن ان نفهم لماذا لا تريد الامم المتحده ان تحل هذه القضيه. هل هناك مسؤولين كبار يريدون ان يربحوا من خلال هذه القضيه او يجعلون من هذه القضيه جسرا للوصول الى مآرب اخرى؟ يعني لم نصل بعد الى هذه المعلومات، لكن
الظاهر لنا ان الامم المتحده لا تريد حل هذه القضيه. شكرا جزيلا لك من الرياض نائب رئيس وكاله انباء اراكان عبد الله عبد القادر.